السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثامنة من قناة الموريتانية نشرة الأخبار وفي أبرز عناوينها: مدرسة الدرك الوطني بروسو تخرج الدفعة 47 من التلاميذ الدركيين. قطاع الصحة يطلق من البراكنة حملة لتوزيع الناموسيات المشبعة. وفي ملف النشرة تتابعون: المحاكم العربية العليا تعزيز للتشاور والتعاون. أهلا بكم إلى التفاصيل. احتضن مقر مدرسة الدرك الوطني بمدينة روسو أمس حفل تخرج الدفعة 47 من التلاميذ الدركيين التي تحمل اسم المرحوم الملازم محمد البخاري والمحمد عبد الله. جرت فعاليات تخرج هذه الدفعة تحت إشراف وزير الدفاع الوطني ورفقة قائد أركان الدرك. هو حفل تخرج الدفعة 47 من تلامذة مدرسة الدرك الوطني بروسا. تبلغ هذه الدفعة 286 فردا، واختير لها أن تحمل اسم دفعة المرحوم الملازم محمد البخاري والمحمد عبد الله. عديدة هي المراسيم التي طبعت هذه التظاهرة: استعراض لأفراد الدفعة أمام وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الدرك الوطني، وبحضور العديد من قادة التشكيلات الأمنية والعسكرية والملحقين العسكريين في الدولة. يشرفني حضور هذا الحفل باسم رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز، الذي وضع رؤية واضحة لمقاربة أمنية شاملة تمثلت في تحديث وتسليح قواتنا المسلحة وقوات أمننا من أجل حماية حدودنا، خاصة أننا في منطقة تستدعي اليقظة والمحافظة على الحدود. وهنا أثني على الدور الذي يقوم به قطاع الدرك الوطني لضمان استتباب الأمن داخل البلاد وخارجها، حيث نالت فرق الدرك الوطني العاملة في إطار المهام الأممية إعجاب وتقدير المنظمة الدولية ومواطني الدول التي عملت فيها تلك الفرق. المتفوقون من الدفعة 47 كان لهم نصيب من التكريم في هذا الحفل البهيج. على مدى عام كامل خضع أفراد هذه الدفعة للتكوين القاعدي أولاً، ثم التكوين والتأطير المستمر على مدى 9 أشهر. وأكد التكوين على استخدام وتفكيك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. إن إشرافكم اليوم على تخرج الدفعة 47 من تلاميذ الدرك الوطني لأكبر دليل على الأهمية التي يليها مقامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز قائد الأعلى للقوات المسلحة، ليجعل منها مؤسسة وطنية متطورة لأهدافها ومبادئها. مهمتها الأساسية هي الدفاع عن الوطن بالدرجة الأولى وصون الحريات العامة وحماية الدستور وضمان الاستقرار والمحافظة على قيم المجتمع وتراثه، وحفظا منها على كسب هذا الرهاب. فقد سخرت قيادة الدرك الوطني كل وسائلها البشرية والمادية لتجعل من هذا الصرح العلمي نموذجا من حيث البنى التحتية والتجهيزات والمعدات لإعداد رجال يؤمنون بالمسؤولية، لتجعل منهم فرسانا أقوياء قدوة في البطولة والتضحية والفداء، قادرين على تجاوز كل التحديات والاطلاع بمهامهم على أكمل وجه. تنوعت الاستعراضات المقدمة من قبل أفراد هذه الدفعة، منها ما يتعلق بالقدرة على التحمل، ومنها المهام الأمنية الموكلة إلى قطاع الدرك الوطني كحفظ الأمن العمومي وحماية الشخصيات. بعد تعرضها وملاحقة المجرمين وإسعاف الضحايا من أبناء الوطن، هي إذن دفعة من الطلبة الدركيين تعلن اليوم من خلال هذا الحفل استعدادها التام لخدمة الوطن والمواطن. انطلقت اليوم في بلدية بوحديدة بمقاطعة ألاج الحملة الوطنية الشاملة لتوزيع الناموسيات المشبعة،
وتهدف هذه الحملة إلى توزيع الناموسيات المشبعة بصفة مجانية على المناطق المستهدفة، سعيا إلى الحد من الإصابة بحمى الملاريا. تستهدف الحملة الوطنية الشاملة لتوزيع الناموسيات المشبعة ضمن 17 ولايات الترازل براكنا غورغل قديماغا لأصابة تقانت والحوضين. وتأتي هذه الحملة ضمن جهود تبذلها عدة دول من أجل القضاء على حمى الملاريا في حدود العام 2025 عبر جهود وقائية وتحسيسية شاملة للسكان الأكثر عرضة للبعوض. انطلاق الحملة الوطنية الشاملة لتوزيع الناموسيات المشبعة جرت صباح اليوم ببلدية بوحديدة بمقاطعة ألاد بحضور وزير الصحة والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والسلطات الإدارية وممثلين. إن هذه الحملة الوطنية التي نشرف معكم اليوم على انطلاقها ستغطي كل مقاطعات الوطن المتضررة من وباء الملاريا لتشمل ما يزيد على 2,494,000 ناموسية مشبعة مواطنا، وستمكن من توزيع المجاني لنحو 1,721,000 ناموسية مشبعة، منها 1,121,000 ناموسية تم اقتناؤها بدعم الصندوق العالمي و600 ألف على مصادر منظمة استثمار نهر السنغال. وأنتهز هذه الفرصة لأعرب عن جزيل الشكر وخالص الامتنان لكافة الفاعلين في مجال مكافحة الملاريا على الجهود المتواصلة التي ما فأتي ويبذلونها بالكفاح ضد هذا الوباء، وأخص بالذكر هنا شركائنا في التنمية وخاصة الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا ومنظمة استثمار نهر السنغال، اللذين كما ذكرت يعود لهم الفضل في توفير التمويل الكامل لهذه الحملة. مدير مكافحة الأمراض بوزارة الصحة السيد سيدي والمحمد الأقرف أكد أن قطاع الصحة يبذل جهودا توعوية عبر البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا من أجل القضاء على حمى الملاريا في حدود العام 2025. يهدف تنظيم هذه الحملة الوطنية الواسعة النطاق التي نشرف اليوم على انطلاقتها من ولاية البراكنة إلى التحسيس بالتهديد الذي يمثله بعوض الملاريا الأنف الأنثى لصحة النساء الحوامل والأسر والجماعات المحلية، وتشجيعها على الاستفادة من هذه الحملة بغية حماية الأنفس. كما تتيح هذه المناسبة الفرصة لكل شريك في التنمية وكل فرد داخل الجماعات وكل منظمة غير حكومية من أجل المشاركة النشطة في الأنشطة الهادفة إلى القضاء على ناقلات الملاريا، وذلك بواسطة توزيع الناموسيات المشبعة طويلة المدة. أما عمدة بلدية بوحديدة السيد محمد الدمد ثمن باسم سكان بلدية بوحديدة الأهداف المتوخاة من هذه الحملة وما تبذله الحكومة من جهود من أجل صحة المواطن. المدير الإقليمي للصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا السيد جوزيف سيريتيك أعرب باسم الشركاء في التنمية عن استعدادهم لمواكبة جهود الحكومة الموريتانية الرامية إلى القضاء على حمى الملاريا. حفل انطلاقة الحملة تميز بعرض سكتشات توعوية وتثقيفية حول أهمية استخدام الناموسيات المشبعة في الوقاية من حمى الملاريا، كما تلقى الوفد الزائر شروحا مفصلة حول الخطة العملية لتنفيذ الحملة الوطنية الشاملة لتوزيع الناموسيات المشبعة للعام 2017. بدأت اليوم في مقاطعة الإكسر بولاية نواكشوط الغربية عملية إعادة تأهيل أقدم روضة عمومية للأطفال في نواكشوط، وتنظم هذه العملية من طرف بلدية الإكسر بالتعاون مع جمعيات شبابية في المقاطعة. هكذا تبدو أقدم روضة للأطفال في العاصمة نواكشوط بعدما تحولت منذ سنوات إلى مستودع للمياه الراكدة نتيجة غياب وسائل الصرف الصحي، فلم تعد صالحة للمهمة التي شيدت من أجلها وأصبحت خالية إلا من الأشجار التي تملأ ساحتها. واليوم وبعد أن تم التغلب على مشكلة الصرف الصحي في المنطقة أطلقت بلدية الإكسر بالتعاون مع جمعيات شبابية في المقاطعة مبادرة لإعادة تأهيل الروضة التي يعود تاريخ إنشائها إلى العام 73 و900 و1000. هذه
هذه بداية انطلاقة عملية إعادة تأهيل حديقة الأطفال على مستوى مقاطعة الإكسار. كيف ما تعرفوا هذه حديقة الأطفال هذه من أقدم حدائق الأطفال على مستوى نواكشوط، بل هي الأولى على مستوى نواكشوط. العملية لها تعود من عدة مراحل. المرحلة الأولى هي شفط المياه اللي موجودة وقطيع الإصدار وذا الشيء، والمرحلة الثانية هي إعادة تأهيل على مستوى صباغته هي وتأهيله وتزويدها بالمعدات اللازمة. فتنا تصلنا بالأطراف المعنية على مستوى هذه العملية، منهم أساسا وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. من بين المشاركين في عملية إعادة التأهيل من سبق أن استفادوا من هذه الروضة أيام الطفولة، ومن كانوا شهودا على دورها في المقاطعة. هذه الروضة نحن بالنسبة لنا تعني ياسر، يلي أنا هذا من نفسي من الناس اللي قط خاض عليها، قط قرا فيها، وبالتالي من المؤسف أنها تخلد مهمولة هكذا. أنا هذه مرأة من سكان الإقصر، من عمان الاستقلال أنا فيه، وقطعا على ذي جردن فاصل في التعدال، ونعرف أن فاصلين فيه. ويسعى أصحاب هذه المبادرة من ورائها إلى إعادة الاعتبار للمنشآت العمومية في مقاطعة الإكسار التي تعتبر المرافق الخدمية فيها الأقدم في تاريخ العاصمة، وهو ما يجعلها ذات رمزية خاصة لدى السكان. نشرتنا متواصلة، وفي ملفها الليلة تتابعون المحاكم العربية العليا تعزيز للتشاور والتعاون. قبل ذلك اختتمت مساء أمس بنواكشوط أشغال الدورة التدريبية الخاصة بالصحافة المحلية والمشاركة السياسية للنساء المنظمة من طرف مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث بالتعاون مع نقابة الصحفيين الموريتانيين. استهدفت الدورة التدريبية تنمية مهارات المستفيدين من الإعلاميين والإعلاميات في مجال احترام حقوق المواطنة وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، وتمكينهم من إنتاج مضامين إعلامية تراعي مقاربة النوع الاجتماعية ومساندة المرأة في الحياة السياسية والمدنية. خلدت بلادنا اليوم العالمي لمحاربة شلل الأطفال، وبهذه المناسبة نظم نادي الروتاري بالتعاون مع البرنامج الموسع للتلقيح يوما مفتوحا لتحسيس الأمهات والشباب بأهمية محاربة شلل الأطفال، الذي تعتبر محاربته أحد المحاور الأساسية لنادي الروتاري الدولي. تضمن هذا اليوم التحسيسي عروضا تناولت حصيلة سنة من العمل التطوعي المقام به على المستوى الوطني والجهود المبذولة من طرف الدولة في هذا المجال. يعد الكاريكاتير أحد الفنون التعبيرية المتداولة على نطاق واسع في مختلف الأصناف الصحفية، وفي بلادنا استطاع هذا الفن أن يخلق له جمهوره الخاص نظرا لقدرته على رصد تفاصيل الحياة اليومية للمواطن. بحركة دقيقة موجهة بريشة هذا الفنان أو حبري قلم رصاصه وببضع خطوط بسيطة ينظرها على ورقة بيضاء، يمتلك فنان الكاريكاتير قدرة هائلة على ممارسة النقد ببلاغة عالية. الكاريكاتير كلمة مشتقة من الكلمة الإيطالية كاركير التي تعني يبالغ، حيث يعتمد فنان الكاريكاتير في رسوماته على تحريف الملامح الطبيعية والاستعاضة عنها بأشكال ناقدة ومؤثرة تحمل شحنة من الجرأة في التعبير والبوح بهموم الناس. وفي بلادنا ظهر هذا الفن مع منتصف عقد الثمانينات، ووصل أوجه مع بداية التسعينيات القرن الماضي بالتزامن مع الطفرة التي شهدتها الصحافة الورقية. الكاريكاتير فن ذو أبعاد متعددة، فهو يمكن أن يكون مقالة، يمكن أن يكون للنقد، يمكن أن يكون للتسلية، يمكن أن يكون لأشياء كثيرة، وسهل الإنجاز إذا حصلت طبعا الفكرة، وسهل أيضا كذلك القراءة بالنسبة للمتلقي. بالنسبة لموريتانيا كان الجمهور متفاعل مع الكاريكاتير هذيك الأيام لما كنا ننشرهم في جريدة الشعب. الكاريكاتير فن نخبوي فعلا، يتعاطوا معاه المثقفين والنخبة أكثر من العامة، ولكن في التسعينات مع ظهور جريدة الشطار اللي تتحدث بلهجة الحسانية، هذه قربت الكاريكاتير أكثر
للمواطن الموريتاني. أصبح المواطن الموريتاني يشوف ذاته في الكاريكاتير، يشوف مشاكله اللي يعاني منها في الكاريكاتير، يضحك على مشاكله. الكاريكاتير الموريتاني حاضر، حاضر بقوة، حاضر بجماله، حاضر بخصائصه. فن الكاريكاتير هو السهل الممتنع، إلى جانب أنه في جانب فكاهي، فيهم اللي جانب دلالي قوي، وبالتالي دائما المتلقي والمتلقي سواء كان المتلقي المثقف أو المتلقي غير المثقف يرتبط به، لأنه الصورة دائما تعود مختزلة وقوية وصادمة ويصل إيحاءها إلى المتلقي. وبالتالي نحن شايفين في السنوات الأخيرة أن الموريتانيين بدوا يتقبلوا وبدوا يتفاعلوا معه وبدأ يأخذ هو مساحة معينة من منظومتنا التعبيرية هون داخل موريتانيا. ورغم المعوقات التي اعترضت هذا الفن مع بداية دخوله إلى الأصناف الفنية التعبيرية المتداولة في بلادنا نظرا لغياب ثقافة الصورة حينها، فإن هذا اللون من فنون الرسم استطاع أن يخلق له جمهورا وأن يرصد وجع وتفاصيل الحياة اليومية للمواطن الموريتاني في المدن والأرياف. هو فن راقي وفن زين ويحمل رسالة يقدر من خلاله يوصل ياسر من الرسائل ما يقدر يعبر عنهم، وفي حالة هم اللي عاد متلقي قد يفهم ياسر مش ما فهموا سابق شوف اللوحات. الفن الكاريكاتير هو فن جميل يعبر عن حالات المجتمع هذه الأيام، وجميل جدا بحيث على أنه يعبر عن ياسر من مشاكل داخل البيوت وداخل المدينة. وراشي إن شاء الله الناس تتفهم عن ذا فن وعنه ثقافة مدي ورسالة فنية تغير من المجتمع إلى الأحسن إن شاء الله. ومع أن الكاريكاتير تأثر إلى حد كبير بفعل الثورة الرقمية ومستجدات التقنية، فإنه ما زال في بلادنا يحظى بقدر معتبر من الاهتمام والمتابعة، ويحتفظ لنفسه بقدرة خاصة على تسليط الأضواء الكاشفة على هموم المواطن وقضايا المجتمع المختلفة. دوليا ساد هدوء حذر في كينيا بعد يوم على تأجيل لجنة الانتخابات الاقتراع في 4 مقاطعات مضطربة شهدت صدامات دموية بين الشرطة ومتظاهرين. ورغم الهدوء ما زال الغموض سائدا بعد مقاطعة زعيم المعارضة رايلا أودينغا جولة لإعادة انتخابات الرئاسة التي نظمت الخميس، فتصدر الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا النتائج بفارق كبير، إذ حصل على 96.6% من الأصوات. وكانت لجنة الانتخابات أرجأت إلى موعد غير محدد التصويت في 4 من المقاطعات 47 في كينيا. وتعتبر الانتخابات التي نظمت الخميس بمثابة إعادة للتصويت الذي نظم في 8 أغسطس الماضي، وأبطلت المحكمة العليا نتائجه بسبب مخالفات إجرائية. في إسبانيا أقل رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أمس رئيس إقليم كاتالونيا كارلوس بوتشيمون وحكومته وقائد شرطة كاتالونيا، ودعا راخوي إلى إجراء انتخابات في 21 ديسمبر في كاتالونيا. وكان برلمان كاتالونيا قد أعلن الجمعة استقلال الإقليم عن إسبانيا، حيث صوت على قرار يعلن أن الإقليم أصبح دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية، إلا أن البرلمان الإسباني سارع بإقرار حكم مدريد المباشر على الإقليم. نصل الآن إلى ملف النشرة، حيث شهدت نواكشوط مؤخرا عقد المؤتمر 8 للمحاكم العليا العربية، وشكل اللقاء دفعا للعمل العربي المشترك في مجال القضاء. ملف النشرة يتناول هذا الموضوع مع شيخنا اللحمد. تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد محمد العبد العزيز، وبإشراف من الوزير الأول المهندس يحيى الحدمين، انعقدت بنواكشوط الدورة 8 لمؤتمر رؤساء المحاكم العليا في الدول العربية. جدول أعمال المؤتمر تضمن نقاش مواضيع تتعلق بمهام ووظائف المحكمة العليا وطبيعة اختصاصها كمحكمة إحالة والسلطة الرقابية للمحكمة العليا على محاكم الموضوع، سعيا إلى تكريس دولة القانون وتعزيز المكتسبات في مجال القضاء. إن اللقاء الذي يجمعنا اليوم يكتسي أهمية خاصة على أكثر من صعيد، فهو يجسد حرص المحاكم العليا في دولنا العربية على تعزيز المكاسب المحققة على مستوى التعاون القانوني والقضائي العربي المشترك في كل ما من شأنه
ترسيخ استقلال القضاء وتوطيد دعائم دولة القانون، كما يعكس أيضا عمق ومتانة الروابط الأخوية بين دولنا العربية وحرصنا جميعا على استمرارية سنة التشاور وتبادل الخبرات، مما سيعزز المنظومة القانونية والقضائية في بلداننا. وزيادة على ما سبق، يأتي هذا اللقاء ليعيد ألق جسور التواصل المعرفي الممتد تاريخيا بين بلادنا والأقطار العربية الشقيقة. المؤتمر مثل مرحلة من العمل العربي المشترك والتعاون في المجال القضائي من خلال عرض تجارب وإجراءات من شأنها أن تشكل نموذجا لفض النزاعات وتسوية القضايا المعروضة أمام القضاء. تعد مؤتمرات رؤساء المحاكم العليا والنقض والتمييز في الدول العربية محفلا سنويا قضائيا يلتقي فيه كوكبة متميزة من رجال القضاء والقانون لمناقشة المستجدات على الساحة القضائية ولتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون القضائي والقانوني بين المحاكم العليا والنقض والتمييز في الدول العربية، حيث تناقش في هذه المؤتمرات موضوعات قضائية بالغة الأهمية تركز على المستجدات القضائية والحلول المناسبة لتجاوز العقبات التي يواجهها القضاء. المشاركون في المؤتمر ثمنوا الظروف التي جرت فيها أعماله، آملين أن تساهم التوصيات التي خرج بها في حل الإشكالات القضائية وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا في الدول العربية. المؤتمر كان مبشر، التوصيات اللي صدرت عنه وستصدر عنه كانت في تصب كلها في مصلحة المواطن العربي والمجتمع العربي والمحاكم العربية العليا. أكدت على الدور اللي بتلعبه المحاكم العربية، طالبت بمزيد من التنسيق والتعاون وفتح المجال أمام القضاء العربي لأنه يكون قضاء موحد وواعد ويتسم بما حملته الحضارة العربية من عدل وإنصاف. شرفنا بالحضور في هذا المؤتمر الذي ناقش كثيرا من المواضيع المهمة التي تهم المرفق القضائي، وخاصة المحاكم العليا التي هي تعتبر في قمة الهرم القضائي، وهي التي تعنى بإدارة هذا المرفق والإشراف عليه، وكذلك أيضا تعنى بالنظر في الطعون المقدمة إليها. وكانت توصيات المؤتمر توصيات ناجحة ومميزة. المؤتمر الثامن ناقش عدد من المحاور المهمة التي تسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتطويره شكلا وموضوعا. المؤتمر يعد يعني فيه نقلة كبيرة عن سابقه من المؤتمرات، ونأمل أن تنزل هذه التوصيات على أرض الواقع من أجل ارتقاء بالعمل القضائي العربي. توصياتنا على أن نقترح في هذا الموضوع تنقيح تشريع الدول بما يتماشى، وتعزيز هذه الآليات اللي درسناها، والمحاكم بأن توسع فقه القضاء في كل دولة في هذا الإطار، وخاصة أنه أمر مجمع عليه. كان فرصة لتبادل الفكر القضائي والمشكلات القضائية بين الدول العربية ووضع الحلول ليها، ووصولا إلى تقريب الفكر القانوني في الوطن العربي. في النهاية هنوصل يعني تماثل في الفكر التشريعي والفكر القانوني، وهذا التماثل هيكون ليه مردود على الشعوب العربية. وبإقرار التوصيات وإصدارها يساهم المؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا العربية بنواكشوط في تمكين رجال القضاء والقانون من وضع مقاربة لتقريب خدمات القضاء من المواطن العربي.
وبهذا الملف نختم النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. مدرسة الدرك الوطني بروسو تخرج الدفعة 47 من التلامذة الدركيين. قطاع الصحة يطلق من البراكنة حملة لتوزيع الناموسيات المشبعة. وفي ملف النشرة تابعتم المحاكم العربية العليا تعزيز للتشاور والتعاون. أشكر لكم حسن المتابعة، ألقاكم عند منتصف الليل في آخر نشراتنا الإخبارية بحول الله، في أمان الله.